التعليم القادم. المسؤولين كمان مش سامعين. أمنا الأول قرار. إحنا ما بنشوفش حاجة غير المرار. الاختيار هو أساس العملية الانتخابية. أدي صوتي للي بيوزع فاصوليا خضرة ولا خليني زادت على رأيي في الطناطم. ونيس وأيامه بدون فواصل على نايل كوميدي. بنرجع لحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وزي ما كنا يعني بدانا كلامنا في بدايه الحلقه كنت قلت لحضراتكم عن الفقرات اللي هتكون معانا النهارده. من ضمن هذه الفقرات هتكون فقره مرتبطه بسلامه الطرق، والحقيقه ان احنا للاسف الشديد ولو اننا اتكلمنا عن الموضوعات دي في مرات مختلفه في اوقات مختلفه، الا ان احنا دايما لما بتحصل مصيبه بتحصل كارثه بنفتكر مفيش اكتر من انه بنتكلم عن حادثه واحده يكون فيها 30 قتيل واكتر عدد بقى الاصابات. بتصور انه ده مره تانية يكون يمكن محاوله مننا احنا، لان احنا برضو يعني نلفت عناية الدولة لانه في اكيد دور، واذا كنا دايما بنتكلم على انه مصر لازم تكون متقدمة في, 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 في مراتب معينة، احنا دايما متقدمين في عدد حوادث الطرق وفي عدد الاصابات الناجمة عن حوادث الطرق. امتى بقى نحلها وازاي نحلها؟ اسئله هنطرحها على ضيفنا النهارده اللي منورنا. النهارده معانا الاستاذ محمد شتا الخبير بسلامه الطرق. مساء الخير. اهلا بيك. مساء الخير واهلا بالساده المشاهدين. هنبدا الحقيقه بانه للاسف ان احنا يعني بنهتم شويه ان احنا نعمل فقرات عن الموضوع ده لما يكون عندنا كوارث، ولكن احنا مسجلين، ولو انا كلامي غلط حضرتك صحح لي، انه احنا مسجلين فعلا ارقام كبيره جدا في اعداد او نسبه الحوادث اللي بتحصل على مدار السنه ونسبه الوفيات والإصابات. ده حقيقي ولا للأسف؟ للأسف احنا فعلا رقم واحد في نسبة الوفيات وفي نسبة الحوادث كمان على مستوى العالم، وده طبعا الصراحة انا مش مستغرب الصراحة. يعني احنا بقى لنا تقريبا 10 سنين ولا 15 سنة عمالين بنتكلم على الموضوع ده، وكان كان باين الترند من حوالي 10 سنين ان احنا عمالين نتقدم، كل الدول عمالة بتتراجع ارقام الحوادث وارقام الموتى عندهم على وضحايا الطرق، واحنا العكس، احنا عمالين بنزداد والمشكلة كمان عندنا ان حضرتك ممكن تبقى حادثة واحدة يبقى فيها 30 قتيل. حضرتك ممكن تلاقي مثلا حادثة زي ما حصل في الشتاء اللي فات على الطريق ما بين دبي والشارقة، حصلت حادثة كان فيها تقريبا مش فاكر 80 عربية او 100 عربية دخلوا في بعض بسبب الضباب والشبورة، مفيش مات غير يمكن واحد بس او يمكن حتى ما ماتش حد في الحادثة دي فده طبعا يرجع لحاجات كتيرة جدا. يرجع اول حاجة للمواصفات الفنية الهزيلة اللي موجوده في مصر، ما فيش لا تطبيق مواصفات فنيه عالميه سواء للعربيات اللي بتجمع في مصر او للعربيات اللي بيتم استيرادها من الخارج. ده رقم واحد. رقم اتنين، غير المواصفات الفنيه اللي المفروض العربيات بتيجي بيها وبتكون موجوده فيها، زي على سبيل المثال الاي بي اس او حتى الالكترونيك ستابيليتي بروجرام اللي هو جهاز تعزيز الثبات. احنا حتى حضرتك في بعض الشركات التجميع في مصر هنا بتبيع العربيات بتاعتها من غير مساند راس ورا، وفي شركات بتستورد مايكروباصات من غير مساند راس، طبعا ناهيكي طبعا عن ان يبقى فيها حزام امان اساسا للناس اللي راكبه العربيات دي، وهو ده اللي بيخلي تلاقي حادثه زي اللي حصل دي للاسف في اسوان يموت فيها حوالي 26 واحد. حضرتك لما تيجي تحسبيها كان حوالي 26 واحد قتيل وحوالي 18 واحد مصاب، تقريبا 44 واحد. يعني لو قسمناهم على كل عربية تقريبا 22 واحد، دول لو كانوا كلهم لابسين الحزام وراكبين في عربية فيها ABS وفيها ESP كانت ممكن الحادثة دي أساسا ما تحصلش وما كانش الناس دي كلها. طب هتوقف مع حضرتك بقى يعني بداية كده عند الأسباب اللي حضرتك يمكن بدأت بيها، هي فكرة أنه إحنا عندنا الشركات اللي بتبيع العربيات هنا في مصر عندها الاستعداد أنها عشان تقلل التكلفة تستغنى عن مواصفات معينة، مظبوط؟ ده يا ريت ان هي بس تعمل كده. ده في حضرتك بعض الشركات سواء كورية او امريكانية بتطلب من الشركة الام بتاعتها تشيل الاجهزة دي من العربية، يعني
يعني هي العربيه دي نازله من المصنع في الشركه الام في كوريا مثلا او في الصين، نازله بجهاز الاي بي اس اللي هو جهاز منع انغلاق المكابح الفرامل، ومثلا بيكون فيها الاي اس بي كمان اللي هو مهم جدا، الالكترونيك سبيتي بروجرام. يطلبوا منهم ان هم يشيلوا الاجهزه دي لكذا سبب. اول حاجه طبعا عشان يقللوا في السعر طبعا بتاعها، وبالتالي طبعا لو عليها جمارك تقلل من سعر الجمارك. ولكن في بقى ناس بتفكر بطريقه اسوأ من كده كمان. هو يقول يعني في مثلا شركه كوريه معروفه جدا كانت بتجمع عربيات كوريه زمان هنا في مصر، ودلوقتي بقت بتجمع عربيات صينيه بعد ما اتسحب منها توكيل التجميع بتاع العربيات الكوريه. كانت في مثلا عربيه كومباكت اس يو في كده بتيجي فيها 8 اير باجز وفيها جهاز الاي اس بي. حضرتك جهاز الاير باج وجهاز الاي اس بي، جهاز الاير باج مثلا بيقف على الشركه بحوالي $150 مثلا، وجهاز الاي اس بي اللي هو الالكترونيك ستابيلتي بروجرام اللي هو لما العربيه تتزحلق من حضرتك وانت ماشيه مثلا على 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 بقعه زيت ولا على رمله على ميه او حاجه، بترجع العربيه تاني لمسارها، بتشوف الدريكسيون انت موجهاه في انهي اتجاه، تقوم رجع العربيه في مسارها تاني. حضرتك الشركه دي بدل ما هي تسيب جهاز الاي اس بي ده اللي هو بيمنع حسب الاحصائيات الدوليه اللي اتعملت 80% من الحوادث، يشيلوا جهاز الاي اس بي ويسيب فيها 8 اير باجز علشان لما تحصل الحادثه اول حاجه نسبه حدوث الحادثه بتزيد اساسا 80% لما يشيل جهاز الاي اس بي. ثاني حاجه لما يشيل الاي اس بي والحادثه تحصل، الثمانية اير باج يفتحوا في العربيه الوسائد الهوائيه، وبالتالي طبعا ده كل ده بيبقى دخل له زياده علشان التامين هيدفع او صاحب العربيه هيدفع، بدل ما مثلا الجهاز الاي اس بي ده يمنع حدوث الحادثه، لا ده هو كده عنده 8 اير باج، كل واحد اير باج مثلا ب 4 او 5000 جنيه، احنا بنتكلم في 40,000 جنيه بس للاير باج طبعا، غير بقيه. فانا الصراحه انا بتهم بعض الشركات، بتهمهم اتهام مباشر ان هم فعلا يعني بيهملوا سلامه المواطنين المصريين، ولا وما يهمهمش اساسا سلامتهم، بدليل ان هم بيشيلوا الحاجات دي من العربيات. وانا اتحدى اي شركه مصريه على فكره، اي شركه من الشركات العامله سواء شركات التجميع السيارات، المصانع اللي بتجمع سيارات، او المستوردين، ان في حد فيهم في خلال ال10 سنين اللي فاتوا دول عمل اي حمله لمنع الحوادث او لزياده الرود سيفتي او لزياده السلام على طول. ما فيش ولا شركه منهم يعني اهتمت بالموضوع ده، وبالتالي ده مش على الاجنده بتاعت هم اساسا. يعني ده بيطرح تساؤل، مفترض انه دي تكون مسؤوليه مين؟ هل مفترض انه اذا كنا بنتكلم بما ان احنا كده ولا كده هنستورد، المفترض انه الدوله هي تكون عندها مجموعه من النقاط انه لازم العربيه تيجي تكون مستوفياها موجوده، هي الدوله نفسها انه العربيه دي لو انت هتستوردها ما ينفعش غير بقياسات معينه، وبالتالي تبقى وسيله اجبار على كل من اللي بيستورد العربيات، ولا مفترض انه مين اللي يلعب الدور؟ لا اكيد طبعا الدوره طبعا لازم هي اللي تكون عليها تلعبوا في اي مؤسسه. هقول لحضرتك هناخد على سبيل المثال الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي حضرتك جه سنه تقريبا 2008 او 2009 قال لجميع شركات السيارات اللي بتجمع في اوروبا او اللي عايزه تصدر اوروبا ان هو ابتداء من نوفمبر 2011 لازم كل العربيات الموديلات الجديده الموديلات اللي هتطرح لاول مره لازم يكون فيها جهاز الاي اس بي ده كتجهيز اساسي في العربيه علشان يقلل من الحوادث، واداهم فرصه هو 3-4-5 سنين يشتغلوا عليه، واداهم فرصه تانية قال لهم الموديلات اللي هي خلاص مطروحه في السوق بقى لها 2-3 سنين ومش هينفع يتضاف فيها الجهاز ده، قدامهم فرصه لغايه نوفمبر 2013، ولغايه نوفمبر 2013 لازم جميع العربيات سواء الموديلات الجديده او القديمه لازم تنزل بجهاز الاي اس بي ده. بل بالعكس ده بالاضافه لذلك في كمان جهاز مهم جدا اللي هو الجهاز اللي بيقيس ضغط الهواء في الكاوتش. احنا معظم الحوادث اللي بتحصل هنا في مصر بسبب مشاكل الكاوتش اللي موجود عندنا. اول حاجه طبعا احنا للاسف عندنا مفهوم خطا ان اي تروحي اي محل بتاع كاوتش على الناصيه ولا في اي حته يقول لك الكاوتش ده على 28، طبعا ده كلام كل عربيه ليها الدرجه بتاعتها، ليها كاوتش مختلف، ليها ضغط كاوتش مختلف، وكمان هو في الصيف وفي الشتاء بيبقى هو. في بعض الناس بستغرب جدا الاقيهم يقول لك لا انا هقلل الضغط شويه في الكاوتش عشان العربيه ما تدبش في المطبات، في حين ان هو لما يقلل ضغط الكاوتش هو ده اللي بيخلي العجله تفرقع، مش الضغط الزياده. علشان لما اقلل الضغط الكاوتش في العربيه بيزيد نسبه، طبعا الكاوتش بتنام على الارض اكتر فبتزيد نسبه الاحتكاك، فنسبه الاحتكاك دي بتعلي حراره الهواء اللي جوه الكاوتش، هو ده اللي بيخليه يفرقع. في الاتحاد الاوروبي لما اكتشفوا، هم طبعا قعدوا يدوروا ايه اهم الحاجات اللي بتخلي الحوادث تحصل، فلقوا منها الكاوتش.
قاموا وقالوا خلاص يبقى ابتداء من 2015 كل العربيات اللي هتتباع في اوروبا لازم يكون فيها جهاز ضغط الكاوتش اللي هو بيقيس الضغط الكاوتش وانت ماشيه كتجهيز اساسي في العربيه. فاحنا محتاجين الحاجات دي. انا من كام يوم طبعا سمعت طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطالب بتحقيق شامل وراء الاسباب بتاعه الحادثه بتاعه اسوان. طبعا احنا ما ينفعش ان احنا في كل حادثه هنعمل لجنه والحاجات دي كلها. احنا محتاجين ماستر بلان، احنا محتاجين رؤيه ومحتاجين خطه طويلة الأجل. وزير جه، رئيس هيئة جه، راح، واحد اتغير، لازم يبقى عندنا خطة يعني بعيدة يعني طويلة الأجل، ومن أهمها إن تتحط مواصفات قياسية زي اللي موجودة في الاتحاد الأوروبي بالظبط. احنا ايه اللي إيه هو حضرتك البني ادم المصري اقل قيمه من البني ادم الالماني او الانجليزي او الاسباني او اللي جاي من لاتفيا ولا من اي حته تانية؟ لا، احنا المفروض فعلا يبقى عندنا نفس المواصفات الفنيه اللي موجوده في الاتحاد الاوروبي، واحنا مش هنخترع الذره على فكره. والمواصفات الفنيه دي طالما هي موجوده في اوروبا كل الشركات بتلتزم بيها. يعني هحدد لحضرتك على سبيل المثال، في عربيه صينيه بتتباع في اوروبا وبتتباع هنا في مصر، بتتجمع هنا في مصر، اللي هي الشركه اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها اللي كانت بتجمع زمان عربيات كوريه دي. الشركه الصينيه عامله عربيه مخصوص للاتحاد الاوروبي وبتضيف فيها كلمه اي، حرف اي اللي هو يوروب للاتحاد الاوروبي. خلاص طالما العربيه دي موجوده بالمواصفات الفنيه الاوروبيه هي دي اللي انا المفروض اسمح بتواجدها في مصر او بتجمعها في مصر، واي حاجه غير كده المفروض ما وافقش عليها. فاحنا محتاجين اول حاجه ان احنا طبعا اول حاجه ومن اهم الحاجات كمان احنا ما عندناش وزاره لحمايه حقوق المستهلك على فكره. يعني كل بلد احنا عندنا وزاره، لا ما انا قصدي وزاره، انا انا دقيق قوي في الكلمه دي. تمام. لا احنا عايزين وزاره. احنا الجهاز حمايه المستهلك اللي موجود عندنا حضرتك يعني امكانياته محدوده جدا اول حاجه، وما تمام. ينفعش ان الناس هو اللي هيحل مشاكل. هو انا لازم اتوقف معاك عند يعني دور مؤسسات بعينها. هل بالضروره انه يبقى عندنا وزاره لحمايه حقوق المستهلك، ولا يبقى عندنا واحنا بنتكلم عن المواصلات بشكل عام يبقى عندنا مجموعه ما اعرفش بقى اسمها لجان، اسمها بقى حاجات تنبثق من وزاره او اي مكان، تكون هي اللي عندها الاختصاص في انها اللي تشرف على امور من النوع اللي حضرتك بتتكلم عنه، انه يكون في الزام على كل شخص بيستورد عربيه انه في حد ادنى من القياسات، لو مش موجوده بيتمنع استيراد المنتج اللي هو هيشتريه، ونفس الشيء لو بيصنعه هم في مصر. فبالتالي احنا بالضروره انه عشان يكون في هيئه هي اللي بتشرف على ده، احنا عندنا اي حاجه في مصر بتشرف على الكلام ده ولا لا؟ عندنا الى حد ما عندنا هيئه المواصفات الفنيه اللي هي كانت بتتبع زمان وزاره الصناعه، وكان بيرأسها راجل يعني راجل محترم جدا دكتور هاني بركات، ولكن للاسف سابهم وانتقل الى القطاع الخاص طبعا بعد البيروقراطيه اللي هو شافها لما ما قدرش يطبق حته بتاعه المواصفات الفنيه للسيارات، لسبب ان في بعض الوزارات زي مثلا وزاره الداخليه دايما هي ووزاره الصناعه على سبيل المثال بيختلفوا مين اللي هو مثلا هيبقى مسؤول لو هم كانوا بيفكروا ان هم يعملوا كشف دوري على السيارات على سبيل المثال، زي ما هو موجود في جميع انحاء العالم. في كل الدول المحترمه كل 6 أشهر كل اتوبيس او عربيه نقل لازم يروح يعملوا كشف دوري على الكاوتش وعلى الفرامل وعلى العفش وعلى المساعدين عشان يشوفوا العربيه العربيه النقل دي او الاتوبيس ده صالح للسير على طرق عامه ولا لا. بالنسبه للعربيات الجديده الزيرو بيتعملها كشف دوري كل 2 سنين مثلا في المانيا على سبيل المثال، وللعربيات المستعمله تقريبا كل سنه. احنا محتاجين حاجه زي كده. فتيجي الوزارات للاسف بيتخانوا مع بعض مين اللي عليه او مين اللي هياخد. هي طبعا الموضوع له علاقه بفلوس كتيره قوي وكشوفات. يعني حضرتك لما تيجي تحسبيه على سبيل المثال احنا عندنا حوالي 6 أو 7 مليون عربيه موجودين، لو كل كشف حضرتك هيبقى مثلا ب 500 جنيه ولا حاجه، فاحنا بنتكلم في مبالغ طائله يعني. فطبعا كل وزاره نفسها هي اللي تبقى مسؤوله عن الموضوع ده، علشان طبعا هيبقى في حوافز وفي دخل للوزاره ودخل للعاملين والحاجات دي كلها. وحصلت مشاكل كتيره جدا بين وزاره الداخليه اياميها وبين وزاره الصناعه مين اللي هيكون مسؤول عن حاجه زي كده. انا شخصيا انا رايي ان وزاره الداخليه المفروض تركز في شغلها الاساسي اللي هو الرقابه على الطرق، بمعنى انك انت لازم تعمل حملات. اول حاجه لازم احط مواصفات فنيه للكاوتش على سبيل المثال، امتى الكاوتش ده مسموح بالميكروباص يمشي بيه ولا لا. ان يتعمل لجان على الطرق طبعا ان هم يشوفوا السواقين دول تحت تاثير المخدر ولا شاربين حاجه ولا واخدين حاجه. دي انا صراحه عمري ما شفتها، انا بامانه يعني انا بمشي كتير قوي على الطرق في مصر، عمري ما شفت لجنه او
عمر ما حد وقفني وقال لي تعالى احنا مثلا هنشوف عايزين نعمل اختبار مخدرات ولا اختبار كحول او حاجه زي كده. فدي حاجه مش موجوده. العربيات للاسف مواصفاتها الفنيه كلها سواء الجديده او المستعمله سيئه جدا جدا. يعني انا ممكن اجيب دلوقتي عربيه خرده، وبالمناسبه على فكره عايز اقول لحضرتك حاجه، 99% من عربيات النقل الموجوده في مصر دي بيتم استيرادها من الخارج، وبعد ما تكون العربيه دي مشيت هناك 800 الف كيلو او مليون كيلو، العربيات دي يعني بتتمنع ان هي تمشي هناك علشان ما عادتش بتجتاز اختبار واحنا جايبينها ونوضب فيها شويه ونطلعها بقى على الطرق بتاعتنا. وهو عشان كده احنا رقم واحد في الحوادث على فكره، ده مش من جاي من فراغ يعني. طب انا عايز عشان الوقت ما يسرقناش ان احنا يعني يمكن لحضرتك يمكن اول حاجه اشرت اليها هي فكره المواصفات للعربيات نفسها. تمام. خلينا نتكلم عن مواصفات الطرق، والحقيقه انه احنا عندنا ابداع يعني حقيقي عندنا ابداع. انا مش هتكلم عن التفاصيل يمكن اللي حضرتك تشرحها، بس انا بالحاجه البسيطه انه النهارده طلع مطب طوله 700 مش ارتفاعه قد ايه بيخبط في العربيه، ما تفهمش مين اللي طلعه ومين اللي رجع نزله ومين اللي بيكسر منه شويه، ما علينا. بس انا هتكلم صحيح انه وده يمكن اعلنت عنه الحكومه انه احنا هنحس على مدار السنه اللي جايه انه في طرق جديده هتتفتح، وبالتالي هنحس بتطوير ايضا في الطرق الموجوده المتهالكه اللي فيها عيوب. احنا الى اي مدى الطرق بتاعنا بشكل عام في مصر هي طرق صالحه لان احنا نمشي عليها؟ هو عامه يعني لو احنا هنتكلم صح يعني لو على سبيل المثال لو الطريق وحش لحد ما ولكن العربيه كويسه والسواق شاطر نعم شاطر والسواق مش عايز اقول شاطر هقول يعني سواق ريسبونسبل السواق عنده مسؤوليه يعني مش بيجري ولا حاجه مش بالضروره يعمل حادثه. حته ان انا اكبر شبكه الطرق بدون ما ازود الجوده بتاعتها ده مش هيكون في صالح ان انا اقلل ارقام الحوادث او عدد الحوادث، بل بالعكس ممكن تزيد في الحالات دي. احنا في بنفرق بين طرق اسمها فورجيفنج رودز ونون فورجيفنج رودز، طرق اللي هي لما حادثه تحصل ممكن تحمي الركاب، وفي طرق اللي هي لما تحصل حادثه بتموت الركاب. على سبيل المثال المحور دلوقتي لو بصيتي عليه حاطين فيه اللي هي الحواجز الخرسانيه دي، المفروض الحواجز الخرسانيه دي تكون قطعه واحده ما يكونش فيه بينها فراغات، لسبب انك انت لو خبطتي في حاجز من الخرسانيه ده اللي هو طوله 2 متر وزقتيه على جنب هتقومي خابطه في الثاني فيس تو فيس في الحاجز اللي وراه ده، وهو يبقى انت كده يعني ربنا معاكي يعني. فاحنا للاسف عندنا مشاكل في تطبيق المواصفات الفنيه الصح حتى لو احنا عندنا الامكانيات ولكن لا يتم تطبيقها. دي بترجع لكذا مشكله، من ضمنهم على سبيل المثال ان في برضو دايما لما تيجي تشوفي الطرق يقول لك دي اللي مسؤول عنها المحليات، والطرق دي مسؤول عنها وزاره الاسكان، والطرق دي مسؤول عنها هيئه الطرق والكباري. احنا ما عندناش هيئه واحده هي اللي تبقى مسؤوله عن كل الطرق دي زي ما هو متبع في جميع الدول المتقدمه، يعني تبقى هيئه واحده بس هي المسؤوله وليها في كل محافظه او في كل مدينه فرع بتاعها بيلف ويدور على الطرق بشكل يومي صيانه يعني بشكل يومي يمشي هو من غير ما حد يكلمه وهو بيعمل انا عمري ما شفت الصراحه يعني عمري ما شفت على اي طريق شوف مثلا الناس بتمشي كده بتمر عليه لمجرد ان هي تمر وتشوف عليه مشاكل ولا لا يعني او في مطبات جديده ولا لا او تعديات على سبيل المثال. فطبعا الهيئه الطرق والكباري عليها دور كبير جدا. احنا عارفين ان في رئيس هيئه جديد الدكتور الجيوشي، ولكن انا لسه ما شفتش المجهود الكبير المبذول منهم. يعني هما طبعا ليهم دور كبير المفروض برضو في رفع التوعيه، ده هيودينا طبعا لحته تانية خالص. رفع التوعيه مش بس عند المستهلك او عند المواطن المصري، لا رفع التوعيه كمان عند الاعلام. احنا الاعلام على فكره عليه دور كبير جدا 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 زي ما هو موجود بره. على سبيل المثال في يعني حكايه ان نسبه الحوادث قلت او نسبه الموتى قلت هناك، ده مش جاي برضو من فراغ، لا هو الناس حصل عندها توعيه. موضوع الحزام زمان في السبعينيات مثلا في المانيا كانت ناس هي اللي اخترعت ان هي تلبس تي شيرت ابيض عليه خط اسود كده علشان يبان ان هو لابس حزام. مش احنا بس يعني مش احنا بس اللي عملنا كده، هم عملوا كده من 30 40 سنه واحنا للاسف بنقلدهم متاخرين شويه. انما هم عامه كانوا بيعملوا الحاجات دي زمان، ولكن مع الوقت ومع البرامج التثقيفيه اللي حصلت واللي كانت موجوده الناس ابتدت
ابتدت تستوعب فعلا ان لا ده انا لازم احافظ على نفسي وعلى حياتي وعلى حياه اسرتي. احنا للاسف ما فيش ولا برنامج متخصص في توعيه شؤون المرور مثلا او قواعد المرور او القواعد السلامه على الطريق او القياده الامنه. فيش ولا عندنا ولا برنامج لا على القنوات الخاصه ولا على القنوات اللي تبع اتحاد الاذاعه والتلفزيون ولا على الراديو كمان. فده دور مهم جدا لوزاره الاعلام لازم تتخذه. للاسف البرامج يعني حضرتك مش هتصدقي في بعض البرامج على القنوات الخاصه او حتى للاسف كمان على الشباب والرياضه وعلى القناه الاولى بيدوا معلومات خطا يعني بيدوا مش بس ان هم بيشجعوا الناس ان هم يعملوا حاجات غلط ويعلموهم ازاي تعمل دونت بالعربيه وتخمس بالعربيه وتعمل حركات مناورات. مش هو ده مش دور التثقيفي بتاع البرامج. يعني انا المفروض ابين للناس ايه الصح واقول لهم ان ده غلط وبينهم ايه الغلط كمان. طب هو الحقيقه انه يعني بما انه حضرتك اتكلمت على انه ده مفترض انه ده دور يلعبه الاعلام، هو في دور لحد دلوقتي برضو انا مش فاهمه هو ما تلعبش من اي جهه. لما هتسال اي حد رحت عشان تمتحن وتطلع رخصه، يعني في نسبه ومن غير ما حد يزعل مننا اساسا ما حضرتش الامتحان وخدت الرخصه كده زي الفل ومشيت ما حاولتش تخش الامتحان. واللي يعني ما عرفش ان هو يكلم حد ودخل الامتحان هيلاقي ان الامتحان عباره عن فنطاسين تحاول انك انت تعدي منهم، تحاول انك انت تركن تطلع فوق كوبري وتنزل. لكن حد علمك ازاي تقرا العلامات او الاشارات اللي بتقول لك على الطريق ازاي تتعامل ما تقدرش. وبالتالي لو جبت اي واحد مصري يسوق في اي حته في الدنيا مش هيعرف. مظبوط. وهيخالف. وفي نفس الوقت الحقيقة أنه أنا ما شفتش برضو أنه أي حد مفترض أنه هو يروح يتقدم لأنه يطلع رخصة أنه عنده واجب يعمله واجب أنه. وبالتالي عشان كده إحنا بنشوف مهازل في الشارع المصري. مظبوط. دور مين؟ هقول لحضرتك. أول حاجة الرخصة المصرية للأسف لا يعترف بها في دول كتيرة جدا. على سبيل المثال مثلا في الإمارات أنت لو رحتي معاكي رخصة مصرية لازم تعملي امتحان كأنك ما عندكيش رخصة أساسا. ده رقم واحد. رقم اتنين طبعا في هيئات كتيرة جدا المفروض يبقى لها دور فعال في حاجة زي كده. يعني في مثلا المفروض نوادي السيارات على سبيل المثال بره بتدي كورسات تدريب للسواقة بعد ما تاخدي الرخصة. طبعا احنا نادي السيارات هنا في مصر ملوش بيعمل أي إيه؟ بيطلع لنا الرخصة الدولية. بيطلع لنا الرخصة الدولية مع إن ده المفروض دور أساسا مش دور النادي السيارات على فكره. يعني حضرتك ده بره معظم الدول اللي بيطلع الرخصه الدوليه هي نفس المكان اللي بيطلع الرخصه العاديه، لسبب ان هو المفروض انت لما بتطلعي رخصه عاديه بتروحي مثلا المحافظه مثلا في المانيا مثلا وهم اللي بيطلعوا لك الرخصه الدوليه على الرخصه المصريه على الرخصه الاصليه بتاعتك. ده دور انا مش فاهم ليه وزاره الداخليه ما بتحطهوش تحت تصرفها، عشان هو مهم جدا ان انا اشوف مين اللي هياخد الرخصه الدوليه دي اساسا. يعني ده رقم واحد. رقم اتنين نادي السيارات للاسف مهتم بحاجات تانية خالص، مهتم بشويه سباقات محليه لا بتزود ولا بتقل في الـ في الـ في الـ في مستوى رياضه السيارات في مصر. ده رايي الشخصي. يعني تاني حاجه هو دور يعني هو مكان اجتماعي، النادي اجتماعي اكتر منه اي حاجه. يعني لا بيعمل تمارين، ولكن هو واخد الرخصه عشان يكون يعني نادي سيارات نادي دولي. يعني انه 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 مفترض انه يكون عليه اي يعني بسموه ايه اي توعيه عليه دور انه هو يلعبه ولا مش بالضروره؟ هي توعيه نظريه طبعا اللي هي بتعملها، وتوعيه النظريه دي ما بتوصلش لحد اساسا. يعني انت لو انت معاكي رخصه زي ما انت حضرتك قلتيها رحت خدتها عشان لفيت حوالين قرطاس او برميلين او اي حاجه، خلاص انت بتاخديها وعلى اساسها بتاخدي رخصه دوليه وتروحي تسوقي في بلاد بره المفروض بتقعدي بالست اشهر عشان تاخدي الرخصه. يعني انت بتعملي يعني بره انت عشان تاخدي رخصه بتقعدي في الموضوع ده 3 4 اشهر، بتصرفي لك 2000 3 4000 يورو في الرخصه عربيه النقل والاتوبيسات بتوصل تكلفتها لغايه تقريبا 10000 يورو. عشان كده اللي بيطلع رخصه هناك بيحافظ يعني بطريقه غير طبيعيه على الرخصه بتاعته، عشان هو مش عايزها لا تتسحب لمده شهر ولا عشان هي هتتسحب. لو اتسحبت منه اول مره هتتسحب لمده شهر، تاني مره ممكن تتسحب منه لست اشهر، تالت مره ممكن تتسحب منه لسنه، رابع مره لو عمل حاجه ما عادش هيطلع له رخصه تاني. يعني فطبعا طبعا نادي السيارات ملوش اي دور في الموضوع ده، وللاسف دوره في الفتره اللي فاتت في حاجات كتيره جدا يعني شبه غير موجود. الحاجه الثانيه المفروض تبقى موجوده في كل محافظه مراكز القياده اللي هو بتروح اتمرن فيها على السواقه اول حاجه، واعمل بقى اختبار حقيقي بقى زي ما بيحصل في الدول المحترمه، اختبار
على مدار يوم كامل اشوف البني ادم ده بيعرف يسوق، بيعرف يرجع، بيعرف يركن بالعربيه، بيعرف ياخد ملفات صح، بيعرف يقرا العلامات صح، الحاجات دي كلها مش موجوده عندنا. احنا ما عندناش غير للاسف مركز واحد يتيم بس كده بقاله كذا سنه معمول تبع وزاره السياحه، وكان فكرته الاساسيه ان هو يتعمل علشان اعلم سواقين الاتوبيسات السياحه. يعني برضو كنا يعني السياحه هي اللي تدخلت انها يكون ليها علاقه بالموضوع عشان تحمي السياح اللي هيجوا مصر بالظبط. اه ما هي طبعا ما هي المشكله بدات ايه، بدات بان احنا طبعا كان عندنا لو تتذكري زمان كان عندنا حوادث كتيره جدا صحيح. جدا جدا طبعا الحوادث قلت مش عشان الطرق اتحسنت والسواقين اتحسنوا، لا هي قلت عشان السياح قلت اساسا، يعني وبالتالي ما عادش في اتوبيسات كتيره بتمشي على الطرق دي يعني. ولكن للاسف برضو ملوش اي دور، يعني هو زي ما قلت لحضرتك مركز يتيم كده في خمسه في مدينه 15 مايو. ولكن طبعا انا ما ينفعش البلد 100 مليون واحد بلد فيها 100 مليون واحد زي مصر ما يبقاش فيها غير مركز قياده امن واحد بس، لا المفروض يبقى فيه في كل محافظه على الاقل 2 أو 3 مراكز. اول حاجه يتم الاختبارات هناك، ده رقم واحد، وتتم اختبارات فعليه. انا ما اروح بس الامارات اشوف الاختبارات هناك عامله ازاي، ولا اروح المانيا واروح اي حته، حضرتك الموضوع هيبقى مختلف تماما. تاني حاجه استخراج الرخص، حضرتك زي ما انت قلتي في ناس وانا اعرف ناس ما راحوش اساسا اختبار، الكلام طبعا من زمان يعني ما اعرفش دلوقتي هم بيقولوا طبعا لا وفي دلوقتي لو عايز انا ما اعرفش انا 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 الساده الافاضل اللي انا يعني بتشرف ان انا اقابلهم في المناسبات المختلفه او في الانترفيوهات المختلفه دايما بيقولوا ان خلاص الموضوع ده خلص يعني. بس انا ايام لما انا طلعت الرخصه انا كان عندي ساعتين فاضيين، فروحت المرور بين السيارات وطلعت الرخصه السواقه بتاعتي في اقل من ساعتين يعني. وطلعتها فعلا يا دوبك رجعت بالقرطاس، يعني رجعت لفيت حوالين القرطاس مره واحده وخلصت. ونفس الموضوع مع رخصه الموتوسيكلات على فكره برضو بتطلع في نص ساعه يعني. فطبعا استخراج الرخص لازم يكون مختلف تماما، يعني لازم اعمل اختبارات فعلا، لازم الناس تبقى عارفه يعني ايه علامات المرور. ولكن الاهم من كده بقى الالتزام بعد كده في الشارع. يعني انا ما عنديش مشكله في استخراج الرخص، طلع رخصه زي ما انت عايز، بس الالتزام في الشارع بقى هو ده دور وزاره الداخليه ودور اداره المرور. هتوقف بقى مع حضرتك عند السؤال اللي سالته لك وقلت لي انه بيحصل بره، انه اللي هيشوف، وانا مش هقدر اقول انه كل المحافظات، لكن هتكلم عن المحافظه اللي احنا عايشين فيها، محافظه القاهره. تمام. باي احياء بقى تمام. الحقيقه انه سبب كبير من المشاكل والخناقات والحوادث اللي بتحصل هي ليها علاقه بسلوكيات كل الناس اللي سايقه، ابتداء بقى من الاجره والنقل وصولا لحد الملاكي. تمام. والحقيقه انه لا يعني بقى عالم مخيف، يعني الناس تنزل تضرب بعضها، ممكن تعور بعضها، لانه في الاخر هو ما فيش اي قاعده ملائمه متطبقه ولا اي حد. يعني الحقيقه اللي عايز يعمل حاجه، اللي بيشوف ان الشارع زحمه فبيقوم رايح الشارع التاني ماشي عكس اتجاه في وش العربيات، ما حدش بيوقفه، ما حدش بيقول له اي حاجه. تمام. واللي بيتخانق معاه بيشتمه. وممكن تشوف بقى يعني الحقيقه مشاهد من هنا للسنه الجايه ممكن نقعد نتكلم عنها. في حاجات ممكن ان الضابط اللي كان موجود او لو هو موجود بالفعل يقدر انه يوقفه ويسحب رخصته، لكن في بعض السلوكيات اللي كنت لسه بكلم حضرتك عنها، اللي يعني لو هو طريق مثلا ما بياخدش غير عربيتين بتلاقي كل العربيات رايحه عند الطريق الثاني اللي فيه منزل، فممكن اللي عايز يحاود منه بيقفلوا الطريق عليهم ويبدا يخش بالعرض عشان يخش هو الاول. طب ده هتعمل له ايه؟ هي دي ليها 3 نقط المفروض نتكلم فيها. اول حاجه حكايه المشي في الممنوع وان الواحد يحدد مسار العربيات ليها حل فني برضو، يعني حل عملي، ان انا اعمل الشوك او السياخ الحديد اللي هي بتطلع في الاسفلت، بحيث ان لو انت داخل عكسي ان هو يبوظ لك الكاوتش، ده رقم واحد، ده عشان انا احل مشكله الناس اللي بتمشي عكسي. هعمل كل شوارعي كده؟ والله انا شايف ان ملهاش حل تاني، وانا متاكد ان لو في مشكله في التمويل انا متاكد ان الناس اللي ساكنه في الاحياء دي او ساكنه في الاماكن دي ما عندهاش اي مشكله ان هم يتبرعوا بفلوس. على انا شخصيا انا ما عنديش مانع اعمل كده في المكان اللي انا ساكن فيه، ان انا اتحمل تكلفه حاجه زي كده علشان امنع الناس اللي هي تمشي غلط حوالين البيت عندي وممكن تسبب لي حادثه ليا او لاسرتي، يعني ده رقم واحد. رقم اتنين، بره بتحصل نفس الحاجات، يعني انا هدي لحضرتك مثال بسيط في سويسرا على سبيل المثال، في بعض الانفاق في جبال زي مثلا جبل اللي هو نفق سان برنادينو على سبيل المثال، في ناس كتيره اللي هي بتكمل من سويسرا رايح ايطاليا مثلا لازم المفروض تكمل في اللين اللي هو على طول يعني، وهو 2 لينز بيمشوا على طول ناحيه ايطاليا، وفي لين اللي هو بيطلعك على الجبل سان برنادينو ده نفسه. فطبعا التو لينز دول ساعات بيبقوا زحمه جدا، ممكن توقفي فيهم مثلا 2 كيلو، في حين ان الحاره اللي هي اليمين اللي طالعه الجبل دي بتبقى فاضيه على طول.
فناس طبعا فيهم قليلين قوي، بس هم قليلين بس موجودين يعني. انا كنت للاسف مره واحد منهم، قلت ايه طب انا هستسكى. هو المصري ما فيش فايده فيه مهما يروح. قلت انا هستسكى واقعد ماشي على اليمين ده لغايه اوصل لغايه التقاطع، واقوم ايه احاول امسك الشمال. وعملت كده فعلا وعديت 2 كيلو، وبعدين بقى في النفق جوه بقى مكان ما المفروض بقى يعني اللي خلاص هيطلعني فوق على الجبل، انا مش عايز اخش الجبل، انا عايز اكمل عشان رايح ايطاليا. لقيتهم موقفين عربيه شرطه في الحته دي بالظبط، فاضطريت ان انا اطلع الجبل. وطبعا اضطريت اعمل لفه تقريبا ساعتين او ساعتين ونص علشان طلعت الجبل ونزلته تاني، بدل ما كنت كملت حته النفق اللي هم ما كانش فاضي عليهم غير كيلو ولا 2 كيلو. فاحنا ممكن نعمل حاجه، وعلى فكره في دبي بيعملوا كده برضو يعني. في دبي حضرتك لو ماشي على طريق الشيخ زايد، في بعض الفتحات اللي هي الاكزيتس على طريق الشيخ زايد بيبقى فيها زحمه قوي، ففي ناس برضو بتيجي تستاذ يعني، بتبقى عامله فيها زكية. يعني ذكيه قوي اكتر من التانيين، ويجي يقعد ماشي على طريق الشيخ زايد ويجي قبل الفتح على طول ويحاول بقى ايه يزنق نفسه. موقفين حضرتك عربيه بكاميرا بتسجل كل حاجه في الحته دي بالظبط، واللي هيعمل ده هيتسحب رخصته على طول وياخد غرامه. احنا ممكن نعمل حاجه زي كده. احنا يعني عاملين لما عملنا الاشارات اللي هي بتاخد بتصور لو انت عديت الخط بتاع العبور بتصور الاشارات الوحيده اللي الناس كانت بتحترمها. ما هو لا، هي المشكله بتاعه التصوير دي لو الغرامه مش فوريه يبقى زي قلتها بالظبط. بمعنى فوريه يعني في خلال اسبوعين تيجي لك على البيت، بس احنا عندنا مشكله ثانيه، احنا عاملين بنتفرع في مشاكل ثانيه. المشكله بتاعه الغرامات الفوريه دي ان هي اول حاجه يا اما تدفع على طول اون ذا سبوت لسبب انك انت ممكن ما تعرفيش توصلي للسواق ده بعد كده، خاصه لو انت تجديد الرخصه هنا بالسنه او بالثلاث سنين. هناك حضرتك في مقدرش مش ما هي الرخص بتجيلك يعني، تلاقي المخالفات وانت بتجدد. ايوه حضرتك بعد لما تيجي تجددي بعديها بسنه او ممكن بعديها بسنتين لما تيجي تعملي فحص. بس هخاف برضو ما هدفع. لا معلش، بس حضرتك لما تجيلك غرامه على طول بعديها، يا اما تدفعيها على طول او بعديها باسبوعين، وكل مره تلاقي نفسك كل اسبوعين بتدفعي غرامه 300 400 500 جنيه هتحرمي على طول. انما لما تقعدي بقى سنه وتظلم، واروح اعمل تظلم في النيابه وبعدين اكلم حد اعرفه ممكن يخلص لي الموضوع، يبقى احنا مش هنعمل اي حاجه. فاحنا لازم اول حاجه حكايه ان العربيه تمشي بالتوكيلات دي حاجه صعبه جدا. انا اتمنى فعلا لو الرئيس السيسي عايز يحل مشكله حوادث الطرق لازم يشوف منظومه التامين على العربيات اللي هي هتشمل بعد كده برضو موضوع الرخص، يعني تسجيل الرخص على اسامي الناس الحقيقيه. ما ينفعش حضرتك في المانيا لو بعتي العربيه في خلال اسبوعين لازم العربيه تتعمل على اسمك بالعنوان اللي انت ساكنه فيه. ما ينفعش انا امشي بثلاث توكيلات للعربيه وما تعرفيش توصلي لي بعد كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، علشان اقلل نسبه الحوادث، السواق اللي هيمتلك عربية أو السواق اللي جاي بعمل له رخصة أو بعمل له رخصة عربية، سواء رخصة قيادة أو رخصة عربية، لازم يدفع تأمين. التأمين ده حضرتك بره بيتحدد على حسب انت عملت حوادث قد ايه في الفتره اللي فاتت. لو انت عملت حوادث، لو انت ما عملتش حوادث هتدفع مثلا 1000 جنيه في السنه تأمين على العربيه بس. لو انت عملت حادثتين هتدفع 2000. لو عملت 4 حوادث في السنه اللي فاتت ممكن تدفع 3000 او 4000 جنيه. فطبعا كل ما نسبه الحوادث زادت وزادت الفلوس اللي انت هتدفعها للتأمين للعربيه او الرخصه بتاعتك، تخلي الناس تلقائيا تمشي باحترام اكتر وتحترم القواعد المروريه اكتر، وده طبعا هيساعد في حل منظومه المرور بشكل عام. فزي ما حضرتك شايفه الموضوع متشعب جدا. ووزارات كتيره ليها دخل، يعني وزاره السياحه ليها دخل، وزاره الصناعه وهيئه المواصلات الفنيه ليها دخل، وزاره الداخليه ليها دخل، اهم حاجه كمان وزاره الماليه اللي بتتبعها هيئه الجمارك. حضرتك جهاز الاي اس بي وجهاز الاي بي اس وكل الاجهزه السلامه اللي هي بيسموها اكتف وباسيف سيفتي فيتشرز. الباسيف سيفتي فيتشرز ده مثلا زي الاير باج، عشان هو لما الحادثه بتحصل هو اللي الوساده الهوائيه دي هي اللي بتحاول تنقذ الناس، بتفتح وتنقذ الناس. وفي اجهزه ثانيه اكتف زي الالكترونيك ستابيلتي بروجرام، هي دي اللي بتساعد اساسا في منع حدوث الحادثه. يعني انا الحاجات دي حضرتك المفروض مش بس الغي من عليها الجمارك، ده انا المفروض ادي تخفيض 5% و10% على العربيات اللي بتبقى فيها الاجهزه دي. حضرتك لو حسبتي كم الناتج القومي اللي مصر بتفقده من الحوادث، من الحوادث ده حضرتك ده احنا طيب انا بالمليارات. عشان فاضلي بالظبط دقيقتين او ثلاث دقائق تقريبا، سريعا هسيب لحضرتك الفرصه انه يعني اجمالا كده حل. انا عارفه انه ما فيش حل لكله دلوقتي، ولكن الحل اللي حضرتك تقترحه خصوصا مع تعدد وتشابك الموضوع، انه يكون في مسؤوليه مين او في ايد مين، وهو اللي يبدا يعمل المنظومه كلها الحقيقه. والله هو طبعا في ظل الظروف السياسيه الحاليه طبعا ما فيش
مش غير الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي ممكن يتخذ قرارات صارمه وقرارات سريعه ان هو يجيب كل الاطراف المعنيه، الوزارات المختلفه، الهيئات الدوليه المختلفه اللي عايزه تساعد زي مكتب الصحه العالمي والاتحاد الاوروبي والسفارات الاجنبيه اللي هم عايزين فعلا يساعدوا مصر في حل المشكله دي، ان هو يجيبهم فعلا ويقعدهم على ترابيزه واحده ويحطوا ماستر بلان لشبكة الطرق على مصر ازدياد يعني تقليل معدلات الحوادث وزيادة الرود سيفتي على مصر أكتر، يعني إنما أن أنا أجيب أقول وزارة دي مشكلة وزارة الداخلية أو دي وزارة الطرق والكباري ده غلط. إحنا لازم نبتدي في كذا حاجة. أول حاجة لازم منظومة التأمينات على العربيات وعلى السواقين لازم تتغير تماما، ولازم نشوفها زي في أوروبا بالظبط. منظومة العوامل السلامة اللي موجودة في العربية لازم نطبقها زي ما هو موجودة في الاتحاد الأوروبي بالظبط، وعادي خالص احنا من هنا لغايه 6 اشهر قدام ندي فرصه لشركات العربيات اللي لسه هيستوردوا كمان 3 اشهر عربيات جديده ان هم يستوردوا عربيات بمواصفات فنيه جديده، عندهم وقت كافي جدا طبعا. يعني الحاجه الثانيه طبعا موضوع استخراج الرخص وتطبيق القانون بحذافيره بقى. يعني انا بس لو عملت كشف على الكاوتش بتاع عربيات النقل والميكروباصات حاضر اقلل نسبه الحوادث 50% من بكره، يعني بس اشوف بس ايه العربيات اللي ماشيه بكاوتش غير صالح واقول لهم انت كده رخصتك منتهيه لازم تروح تجدد الكاوتش. كل دول حضرتك بما فيهم طبعا وزاره السياحه ووزاره الاتحاد ووزاره التعاون الدولي اللي هي مسؤوله عن المنح اللي بتجي لنا بالملايين سواء من الاتحاد الاوروبي او من الجايكا الهيئة المساعدات اليابانية. حضرتك أنا المفروض كل التمويلات والمعونات اللي بتيجي دي المفروض أحطها في مكان واحد أو في ماستر بلان واحد علشان يبقى فعلا شامل جمهورية مصر العربية كلها ومش يبقى في حتت صغيرة ومحدش يحس بيه يعني. فأتمنى فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي ياخد الموضوع ده مأخذ جد ويجيب ناس اللي هم أهل الخبرة فعلا. يعني حضرتك لو بتفرج على التلفزيون وعلى الراديو بتلاقي ناس كتير جدا بتيجي تتكلم وهم للأسف يعني مش هو ده تخصصهم، بس هم يعني انت عارف حضرتك احنا بنحب نتكلم وخلاص وفي برامج كتيره جدا ما بتدققش قوي في مين الضيف اللي بيجي لها يعني وهي كلام تقضيه واجب وخلاص يعني. انما لا، احنا فعلا محتاجين خبره فعلا سواء من جوه مصر او من بره مصر، مش عيب ان احنا نجيب ناس من بره مصر عشان هم احنا ده. والحقيقه في كمان مصريين برضو بيشتغلوا على اللي حضرتك بتقوله، بس مشكلتهم ان هم لما كانوا بيجوا بالدراسات اللي عندهم بينقلوها من بره لهنا، يعني من كتر تداخل وتشابك المصالح الحقيقه ما حدش بيبص للكلام. مظبوط للاسف. يعني عشان اتمنى الفتره الجايه يبقى فيها تحسن ملموس، وفعلا اتمنى علشان حرام جدا الناس اللي ماتت دي ما لهاش اي ذنب. وطبعا انا طبعا نسيت في الاول ان انا عايز اهالي المتوفين يعني، بس انا اتمنى فعلا ان يبقى في حاجه ملموسه فعلا في مصر عشان حرام المصريين اللي بيموتوا بدون اي ذنب وبدون اي سبب. يعني لا احنا في حرب ولا بنسترد ارض ولا اي حاجه، لا ده احنا دلوقتي حضرتك عدد الموت على الطرق زاد عدد الموت اللي ماتوا في حرب اكتوبر والحروب الثانيه يعني. فاتمنى ان فعلا الفتره الجايه نلاقي فيه تحسن. نتمنى. وانا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده، نورتنا استاذ محمد شتا خبير بسلامة الطرق، شكرا جزيلا لوجودك معنا. مشاهدينا بنروح لفاصل، بعدها بنرجع مع حضراتكم لاخر فقراتنا. زي ما قلت لحضراتكم مشكله مرتبطه بالطلبه بالجامعه البريطانيه، هنعرف تفاصيل اكتر ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا. القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. في ناس ما بتعديش علينا مرور الكرام.
كل ما الواحد بيقدر كل ما بيخاف اكتر. صاحب بالين كذاب. اللي يحكم ما يخافش واللي يخاف ما يحكمش. كل واحد دايما شايف انه على حق وممنوع الاقتراب.